نصبح الاول على المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وصانع السعاده وصائد البطولات. سياده المستشار صباح الخير. صباح الخير استاذ كريم، صباح الخير يا فندم، صباح تحياتي الخير استاذ منتصر، صباح صباح الخير الخير استاذ استاذ عمر الايوبي ابن ميت عقب عقبه. البار. نعم صباح الخير يا مستشار منور. لسه عليكم كنت كل بساله، صباح الخير يا صباح فندم. الخير يا فندم، لسه كنت بساله استاذ عمر سؤال، بقول له المبادره طبعا الجميله والجريئه جدا جدا جدا، وكل اللي في النادي عارفين ان هي قرار جريء جدا جدا، بصراحه مفاجاه يعني ليا. هل تم الاستجابه؟ هل الناس تفاعلت مع المبادره؟ اولا هنتكلم في حاجه حاجه. اولا اتفضل. بالنسبه للمبادره، النهارده حوالي 16 عضو وعامل ان شاء الله قدموا طلبات واستلموا كارنياتهم فورا. كويس، اشكرك. والمبادره دي مع التنازل عن قضايا الاخ عبد الناصر، نعم، مع مصالحه الجماهير، نعم، بتؤكد ان لما قلت للاخ محمود ابراهيم السيد الخطيب تعالى نمد ايدينا في ايدين بعض، نعم، ما كانش المقصود احكام ولا الكلام اللي هو بيتكلم فيه ده، احنا بنعمل حاجه محترمه عشان البلد كلها تهدى. فانا عندي مؤسسه في ناس اخطاوا، كلهم كتبوا الطلب وقالوا ان احنا فعلا اخطانا، تمام، والصيغه اللي هم كتبوها يبقوا ملتزمين باحترام قرارات مجلس الاداره واللائحه والقانون الرياضي، ده اللي انا عايزينه، تمام. كل اللي في دماغك دول بقى اللي واجعين دماغنا ما جوش. كل اللي في دماغك نعم وقرفنا وبيدفعوا ملايين للجان عشان تشتمنا مع الاخ التاني ما جوش. وانا يعني ايه بقول لك ايه، حبيت اكشفهم قدام راي العام الزملكاوي. دول مش خناقه مع مرتضى، مرتضى قال لك تعال، دول خناقه على كرسي اللي قاعد عليه مرتضى. نعم طيب انت خناقه على كرسي، ما تيجي الانتخابات الجدع عن كده، ما يبقاش فرق بينك وبين مرتضى 16 17000، بالعكس ده بديك فرصه تقعد مع الاعضاء هو وتنتقد مرتضى، وديك فرصه تطلع في القناه وتتكلم زي ما انت عايز. انا رضا عبد الحاج النهارده طلع وانتقد بعض اللعيبه، ده رايه، نعم، وده حقه. نعم فالمجموعه اللي النهارده استلموا كارناتهم فورا، لان بقول كلمه ما برجعش فيها، نعم، وبقول للباقي ربنا يهديكم يا رب. انا بكشفكم كمان قدام الراي العام، نعم، انتوا مخربين نادي الزمالك، انتوا للاسف الشديد قصتكم مش مرتضى، انتوا قصتكم هدم نادي الزمالك. نعم ده بالنسبه للمبادره. نعم شوف يا كريم، انا زي ما ربنا كرمني في الانشاءات بقى نادي عالمي، نعم، في الرياضه والبطولات بناخد بطولات في كل الالعاب دلوقتي الحمد لله بفضل ربنا، الحمد لله. وطبعا ببارك لفريقنا فريق السله على البطوله، نعم، اللي خدها النهارده بطوله الوحده في الامارات بالظبط كده. وبشكر طبعا احمد مرتضى لانه هو نعم المسؤول وبيجيب اللعيبه دي، كابتن، نعم، احمد مرعي، نعم، كابتن احمد عبد الفتاح اللي انا متابعه، يعني احمد مرعي، احمد عبد احمد الفتاح رئيس بحث ومشاور مجلس اداره، نعم، وده النظام الجديد اللي انا عامله، مش لازم تبقى عضو مجلس اداره، نعم، تمام. صدفه مثلا انك تبقى عضو مجلس اداره وتبقى رئيس بحث، ماشي، ما عندناش مشكله. لكن النهارده بندي نموذج تاني، احمد عبد الفتاح انه رئيس البعثه وربنا وفقه وكرمه، وكل الناس شافت الولد اللي هو الاجنبي واخد احسن لاعب اجنبي، نعم، في الدوره كلها، نعم، وكيجو اعتقد واخد احسن لاعب، نعم، تمام. وانا طبعا احمد مرعي احسن مدير فني، نعم، هو ده الزمالك الجديد. فانا قلت بعد ما طورنا النادي الحمد لله وشغالين دلوقتي، الشركه اللي بتشتغل في الاستاد بتخلص بقى رسوماتها عشان تبدا على طول ان شاء الله، نعم، والنادي النهري الحمد لله ما شاء الله اتطور حاجه عالميه، نعم، وعندنا الجزء الرياضي الحمد لله بفضل ربنا، كان فاضل القناه لازم نطورها. انا بتحدى النهارده بقول قناه الزمالك اكبر نسبه مشاهده في العالم العربي، صحيح، مش في مصر، الحمد لله، الحمد لله بفضل الله اكبر نسبه مشاهده، نعم، مش في مصر، في العالم العربي. ميدو اختلف معايا، اديت لكم تعليمات انه يعمل مداخله، نعم، حصل دخل لعب العالم، ما عندناش حد كله، نعم، والنظام الجديد احنا عاملينه النهارده. انا قلت لكم استاذ محمد الاتريبي، يعني اللجنه السابقه محمد الاتريبي، وقعد يقول لك واللجنه عملت، وعارف طبعا اللجنه ما عملتش حاجه، ده الخراب هو عارف، نعم، بس عشان صاحبي، نعم، مش عايز ايه احرجه يعني قدام عشان صاحبي بقى وبلدياتي من ناجا وانا من بدران. لا اللجنه يا استاذ محمد جابت اللجنه، يكفي انها خدت كارت، يكفي انها لاول مره تلاقي الزمالك تاخد كارت. اللجنه كفايه يا استاذ محمد الاتريبي يتعمل شريط على قناه الزمالك، يا الشحاتين متسولين، وتخلي عيب بنكله يقول لك انا بتبرع ب 5 جنيه نادي الزمالك، تمام؟ ف بس انا مفوتها عشان صاحبي، تمام؟ فقلنا نطور القناه. انت النهارده استضفت الاستاذ هاني حبيب، نعم، استاذ احمد شمس، نعم، دول وجود زملكاوي، عندي واحد مسيحي وواحد مسلم، نعم،
وده بياكد، ما انا برضه عايز ادي رساله، نعم، ان ده نادي الوطنيه بجد. دي حقيقه. ادي المسيحي مع المسلم، نعم، والاثنين زملكاويه. نعم. تمام؟ ده رقم واحد. ولسه الاسبوع الجاي هيبقى عندك بامر الله ماجد وخالد. ماشي. الاسبوع اللي بعديه هنجيب استاذ زيدان وشماندي. الاسبوع اللي بعده نجيب احمد عكاشه ومحمد مصطفى. اللي بعده نجيب عندنا اسماء كتيره. عندنا شمال، احنا قلنا زيدان وشمال، عندنا لا يعني الاخ ابو اسلام على ما اتذكر اسمه. نعم. تمام؟ هذه الوجوه الزملكاويه اللي هي ليها صفحات او قنوات، لا تعالوا اتفضلوا. عندنا احنا قلنا ماجد ومادو مش عارف يسمي نفسه مادو ليه لغايه دلوقتي. مادو. ماندو ما اعرفش. مادو. اسمه ايه؟ مادو. مادو محمد عبد العال مادو. دايما في دماغه انه مادو. خلاص مادو. خد بالك. استاذ علاء ربنا يشفيه. شوف دايما عندنا وجوه، ومش دول بس. لا ده انا بقول امس بدي نماذج عشان ما حدش يزعل. دي نماذج. تطلع اتكلم في قناتك قول رايك، يشوفك الملايين. تاني يشوفك الملايين. بيقول لك كابتن ليسي اهو. تمام. كان ايه؟ كان الزمالك اللي كان كابتن ليسي النهارده، صح؟ انت استضفته يا كريم. تمام. فاحنا بندور القناه، ما عندناش مشاكل مع حد خالص. اي حد عايز يطلع ينتقد مرتضى، ينتقد اللعيبه، ينتقد اي حد، اتفضل قناتك اسمها قناه ايه؟ الزمالك. بنثبت ان دي قناه الزمالك. نعم للكل. مشغل جوز بنتي بفلوس 250,000 واقول انا مش عايز الشركه المتحده، يلا، وبعدين اروح بايس الايد عشان الشركه المتحده ترعاني. بس انا بالنسبه للشركه المتحده كفايه كذب. لا الشركه المتحده عرض بمليار و300 مليون. العرض المعروض على النادي الاهلي هو المعروض على نادي الزمالك. بس انا من الاول هو العرض ايه؟ ان هو بيسوق لي وبياخد نسبه. خلي بالك، بيسوق وبياخد نسبه. نعم. ده في عقد. خلاص يا شماندي، بيقول لي شماندي سافر السعوديه. طب اعمل ايه يا شماندي؟ خلاص يعني انا عايزك في السعوديه عشان الدراسه بدات، انت مدرس. تمام. لما يرجع نستضيفه ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اقول لك انه عقد بمليار و300 مليون ما تمشوش وراهم يا باشا. الشركه المتحده انا من الاول قلت معاهم. نعم. شركه وطنيه. قال لك الطيران القطري، الطيران القطري برضه لما يجيبه لك الشركه المتحده بياخد نسبته وبيديك، يعني ده واحد بيسوق لك. نعم. تمام؟ بيسوق بقى لنادي واخد دوري سنتين ورا بعض، وبيسوق لنادي بقى له سنتين ما خدش حاجه. تمام؟ مع احترامي طبعا للنادي الاهلي. نعم. فالفيلم بقى ومليون و300 والمليارات، ما فيش مليار و300، ما فيش الكلام ده، ما فيش. واللي اتعرض طبعا استاذ سيف وزير، سمعت النهارده تولى رئاسه مجلس الاداره مكان الاستاذ حسن عبد الله. نعم. ببارك حسن عبد الله المحترم رئيس محافظ بنك المركزي، وبارك استاذ سيف لو فعلا الخبر ده صحيح، لو الناس تحاول شخصيه اداريه محترمه متربي. نعم. تمام؟ فنرجع بقى يقول لك ايه؟ تحيا مصر. تحيا مصر دي مؤسسه في مصر. نعم. لما الاخ محمود ابراهيم السيد الخطيب يرجع الساعات ويرجع الفلوس، هم اللي بيطلعوا البيان. مش انت اللي بتطلع. عيل عنده الاحكام، اصبر على الاحكام. اصبر، اقرا مذكره النقد. اقرا مذكره النقد عشان ما اسمعش صوتك تاني. وقلت قبل كده 100 مره، لن اسمح لنفسي مهما حصل اجرح في قاضي مهما حصل، او اجرح في حكم. نعم. نهائي. انا شايف القاضي خرج عن المألوف في تفتيش قضاء وزير العدل، وانا عامل كده قانون محكمه النقد. تمام. وبرجع اقول تاني وتالت ورابع، قانون الاجراءات بمجرد ما تولى على العريضه واضحه مدين 29 اجراءات جنائيه بتاع تنازل الاختصاص، مين المحكمه المختصه؟ هل الاقتصاديه ولا العجوزه اللي طلعت حكم الغرامه ودي طلعت الحبس؟ اول ما تولى على العريضه، يا جاهل يا بعيد يا اللي مش فاهم قانون، تم تقصير الاجراءات. نعم. ويوقف الحكم. شكرا. تمام. فنرجع بقى النهارده بقول لك دي قناته، دي قناته. اي حد يا جماعه عايز يطلع في القناه. نعم. بس من غير خروج عن الالتزامات. يعني زي ما احنا شفنا كده استاذ هاني حبيب وزي احمد شمسي بيتكلموا ده الادب والاحترام. نعم. والتحضر. تمام. نعم. يبعت
واحنا عندنا مش انت بس، احنا عندنا بقيه الاسبوع كله موجود اهو، سبع ايام زملكاوي شغال سبع ايام. تمام، ده رقم واحد. احنا خلصنا من مبادره وخلصنا من القناه اللي بتتطور. نعم تمام. قبل ما اخش في بقيه الموضوعات، الاخ ماجد غرام. نعم ماجد غرام، انا شفته عند حضرتك دلوقتي. نعم. اقسم بالله انا ما شفت البوست اللي كان كاتبه الا بعد ما كل الناس شافوه بعتهولي. هو بعته. نعم. شوف يا استاذ محمود ابراهيم السيد الخطيب، البنت اسمها شيرين، وفرد الامن اسمه سامح، ومدير الحمله بتاعك اسمه محمد يوسف اللي كان بيوزع الكرنات المزوره، مش الرجاله الصحيه، اسمها المزوره. فمن فضلك كفايه بقى، كفايه بجد. يعني احنا لما جينا حتى نحتفل محدش راح التراب مثلا ودفنك، ما احنا ما بتعملش مع عيال صغيره. محدش جاب كلب وعمل حركه من الحركات لا انت عندك عملوا كده مع بني ادم مصري. وشوف يا بيه، الاخ رمضان السيد ده كان بيلعب في النادي الاهلي مش كده؟ نعم. رمضان السيد، رمضان السيد انا ليه اللي هو جوز بنته سيد معوض، يعني هو سيد معوض لعب عشان ابو مراته رمضان السيد. انا بعتذر لك لسبب بسيط جدا. انا امبارح لما انت قلت ايه الاحتفالات دي هم زاد لي، انا لما قلت وحياه امك، لا اسف وحياه مامتك. اقول لك تاني، وحياه مامتك انت مالك؟ وحياه امك دي بتزعل الناس، مامتك او وحياه مامي. اتكلم عن بادب عن الزمالك، واللي هيتكلم باحترام عن الزمالك هنشيله فوق دماغنا. نعم. اللي هي اللي ادبه هنديله على نفوخه. تاني، عايز تتكلم عن نادي الزمالك بادب فوقنا راسنا من فوق. انما الزمالك واصل هم فرحانين قوي ليه كده؟ مبالغه ليه؟ اقول لك فرحانين ليه؟ لان احنا فرحانين بالفار بصراحه مش بالدوري. نعم، العداله. والفار ده مش هتاخد حاجه. نعم. وهتقعد تتخانق مع طوب الارض. وفي الاخر هتروح انت تكسر الفار. انت في الاخر هتجيب شاكوش وتقعد تكسر في الفار. تمام؟ لانه مش هديك حاجه. نعم. لان حتى الحكم المنحرف هيكسف من مراته واولاده لما الفار بيجيب اللقطه على الشاشه، تمام؟ جايه في ايد الواد ويقول لك لا مش جايه في ايده. نعم. جوه منطقه الجزاء يقول لك لا 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 دي ورا الجول. نعم. تمام؟ فاتكلم بادب عن نادي الزمالك، ده رقم واحد. رقم اثنين، في بنت اسمها هاجر صلاح. يا هاجر بامر الله تتحبسي، ليه بقى؟ هقول لك ليه. ممكن بس ما حدش يبعت لي الرسائل دلوقتي وانا بتكلم بعد اذنكم، انا بستاذن يعني. استاذ احمد عثمان من فضلك مش معقول انا بتكلم ده عمال تبعت رسائل. بص يا سيدي، قبل هاجر، بص يا سيدي، عيل وسخ مسمي نفسه ناصر القحطاني. بيقول لي انت بتحكي يا مرتضى يا منصور كثيرا عن ساحات الرولكس وراها جريمه. اذا انت اول شخص يتحاكم عن حيازته معرض من ساعات الرولكس اللي خدتها في كل مره اتيت فيها السعوديه، يا وسخ يا حقير يا معفن يا منتن يا كذاب. لو انت راجل قول انا خدت مش ساعه استيك ساعه من السعوديه. كلام واضح. تاني، لو انت راجل، تاني لو انت راجل اطلع، بس انت اشك انك راجل. واضح انك انت لا مؤاخذه وكاتب اسم وهمي. انت بتكاتب هنا ناصر القحطاني، بتحداك لو خدت استيك ساعه بخمسة جنيه من اي حد في السعوديه وفي العالم كله. فهمت بقى؟ طيب لو انت فعلا سعودي ارجع لله والسيد تركي الشيخ في مداخلته مع سيف. نعم. مرتضى سيف سيف زاهد. نعم. مرتضى منصور عامله النت بالنت على حسابهم، اقامه وطيران وكل حاجه، وبيتعامل معانا الند بالند. هتقلي اغلبك هديك بالجزمه. انا اقول لك يا ليش مسمي نفسك ناصر القحطاني؟ اطلع وانا معاك على هو. قول لي ان انا معاك على هو ونزلوا تليفون البتاع على الشاشه. تمام؟ وعليك وقت كده تنزلوا تليفون القناه على الشاشه. نعم. لو انت فعلا راجل، راجل تاني وانا اشك انك راجل، لو انا خدت استيك ساعه من اي حد في مصر او خارج مصر، تمام، هديك مثلا حوالي 10 مليون جنيه. انما لو طلعت كداب هديك بكاسمه. اوعى سمعه مرتضى وذمه مرتضى، اوعى.
انت قليل ادب وواطي ومش محترم بشتمك. ولو انت راجل الاسم ده حقيقي يطلع يقول انا فلان انت خدت من فلان، بقول لك تاني بتحداك. نعم. من يوم ما جت نادي الزمالك 92 عضو مجلس اداره عمري ما سافرت على حساب النادي مره ولا ولادي. نعم. ولا بالعكس، ده انا الهديه اللي خدتها بتاعت الدعاء للساده الامراء المحترمين في السعوديه اللي هي شعار كاس السوبر المصري السعودي سلمتها للنادي فتحتها قدام الاعضاء كمان كلهم. اوعى تقل ادبك هديك بيه جزمه، فاهم يالا؟ وانا شك انا شك انك راجل تمام، واشك انك بتكلم السعوديه. انا عندي بقى ساعات بقول لك يا اخي استيك ساعه خليك راجل واطلع قول انت خدت استيك من فلان. تعبل يالا انت مجنون. الله، هو انت الموضوع ضرب في دماغك ف بيجي ايه يا منور ايا كان بقى ما اعرفش بقى يا جماعه ما حدش يبعت لي رسائل وانا بتكلم، من فضلكم ما حدش يبعت لي رسائل وانا بتكلم، كلام واضح. طيب نرجع بقى للبنت اللي اسمها اجر الصباح، جايبه صوره الواد الكلب الهربان في قطر، واللي انا اتحديت اخويا الاستاذ محمود ابراهيم السيد الخطيب وشهرته الاسطوره، تحديتك ان تطلع بيان لان الواد لابس فانيله الزمالك، اسف فانيله الاهلي اللي عليها شعار النادي الاهلي المحترم، اتحداك ان تطلع بيان تقول للولد الحقير ده الخاين ده اللي عايز يولع في البلد ده، مش طبعا وبيحلم تمام، الفانيله لابسها دي ما تلبسهاش تاني يالا، ولا تتكلم باسم النادي الاهلي، لو انت عملت كده انا عايز اعتذرلك واجي ابص راسك جوه النادي الاهلي. اطلع قول ده انت هرينا بيانات، اطلع يا محمود يا ابراهيم السيد الخطيب، ويسيبك من محمد عثمان الاخوانجي اللي عمل بلاغ ضد السيد الرئيس المحترم وقال ان هو وزير دفاع خطف محمد مرسي تمام، اوعى تنسى ديا للنائب العام. خلاص بقول تاني اهو، محاميك هو محامي عرب الارهابيين بتوع عرب شركس، محاميك هم محامين الارهاب الهارب اللي على قوامه الارهابيين الولد ابو تريكه، مع احترامنا طبعا لولاده الزملكاويه دي حاجه ودي حاجه تمام، اطلع جايب لي محامي اخوانجي ويقول لك اصل انا كنت نقيب المحامين مين؟ ده شمال القاهره يعمل الاخوان، زي ما محمد شبانه كان شغال في قناه الشعب وضارب دقن باه تمام، وبيقبض يبوس ايد صفوت حجازي ويقبض، سابه بقى من صفوت حجازي بعد ما خد اعدام وراح ليه؟ شيحات. اه ما انت مش انت ناسي ان ده شيحات اللي انت شغال عنده؟ هو اسمه جاي منين؟ خلي بالك عيله العتال عيله محترمه في اسكندريه، عتال عشان كان بيشيل الحديد على كتفه، سالوه جاب الفلوس منين؟ فالست هاجر كاتبه ايه بقى؟ على كل اهلاوي ان يساند هذا الرجل، حتى صوت الكلب اللي اسمه علاء زفت الصادق ده، لانه صوت كل اهلاوي قوي ومهم وله تاثير، لذلك سندوه وادعموه وانشروا كل ما يقوله في كل مكان لكي يعرف الجميع ان الذي يعادي الاهلي وجماهيره حتما سيصبح خسران، هنا قنبله هيروشيما، وانا بقول لك وحياه امك هتتحبس باللي انت كاتباه ده. اللي انت كاتباه ده بقى استني بقى شو كاتبه ايه تاني. رسميا فوز الزمالك بالدوري ضمن مبادره حياه كريمه التي تقدمها الدوله للفئات الاكثر احتياجا وحرمانا. انت قلت الادب ومش متربيه، ولو ابوك صاحي دلوقتي ما تدخليش بالكاسمه على دماغك يبقى هو راجل مش متربي. انت بتتنمري على الطبقه الكادحه ها اللي سياده الرئيس عمل لهم حياه كريمه؟ معقول؟ معقول انت كاتباه ده؟ هل انت عقلة؟ انت عارفة ده قضية تنمر فيها 5 سنين سجن. انت بتتنمري على شعب مصر مش على الزمالك. انت بتتنمري على شعب مصر مش عشان الزمالك على الزمالك. انت بني ادمة مش محترمة. ولو محترمة مش هتكتبي القاذورات دي. وليكن بيت هيروشيما تنفجر فينا؟ ايه السفالة دي؟ يقول لك اصل انا بيشتمني وشتم امي واختي، اه يا عيني. بطل بقى. لم العيال اللي عندك. لم اللجان اللي عندك. خد الباشا الثالث بقى احمد محمود محمد الطويل ده بيشتغل ايه؟ ده بيشتغل محاسب في وزاره الشباب والرياضه يا دكتور اشرف، ده لو ما اتفصلش بكره في احنا في اجازه يبقى في حاجه غلط عند حضرتك. قال لك ايه بقى الباشا السافل قليل الادب الواطي؟ مبروك الدوري يا زمالك، ولكم التحيه والتقدير والاحترام والى حضراتكم النشيد الرسمي ليكم نشيدنا. من كام سنه وانا بواب
واحب الشبشب اللي امك ومراتك بيضربوك بيها يا وسخ. ويدير الشباب موظف عندك بيقل ادبه على اكبر نادي في مصر. تاني ناخد بالشبشب والباب ونطبل كلمه وسخه يعني زيه لمرتضى ونعمل للاهلي الف حساب. انا اصلي بواب، لا ده انت قليل الادب، واذا كنت كاتب البليله طب ما انت كسكسي. خلاص ما هو الموضوع سهل جدا. انت بليله تمام؟ خلاص. انت بقى من النهارده اسمك كسكسي. ما هو دي اكله ودي اكله. احترم نفسك وزير الشباب، انت راجل محترم ومؤدب ولا تسمح لهذا المعفن ده يقل ادبه على نادي من احسن الانديه في مصر. وعلى الاسف الشديد على صفحته حاطط صورته مع حضرتك يا سياده الوزير. فاحنا دلوقتي عايزين ناخد حقنا. ليه؟ لانه ده راجل اهل نادي الزمالك وده موظف عام في الحكومه وبيهين مؤسسه كبيره من مؤسسات الدوله. ف هو في ايه الهيجان ده؟ بجد ده كده ربنا يكون في عون جماهير الزمالك. اه والله. اللي اتحملت كل ده. ايه القرف ده؟ من ناصر القحطان لاجل صلاح لشبانه للواد اللي اتجوز 7 مرات. لو انت راجل اطلع قول نسوانك كانوا بيطلعوا منك ليه بعد ما كانوا بيصوروك مع مين؟ ها؟ هم دول؟ دول انتوا بتقلوا ادبكم على الـ على على النادي المحترم والرئيس المحترم؟ كان بيقولوا لي امبارح يا كريم ان احمد شوبير طبعا هو اعتقد ان احمد انت مش هتكمل في الشركه. بيقولوا لي ان هو شكر كل الناس في الدوري ما عدا رئيس مجلس الاداره، يشكرني ازاي وانا قاعده في بيت 6 اشهر. وعدك تاني وهتقعد تاني. خلاص؟ واحنا الناس الشركه انذرتك 100 مره وبنشكر فريرا طبعا والجمهور طبعا واللعيبه طبعا، انما غصب عنك وغصب عن هبه وحنان ولمياء ونور والاسماء دي كلها تمام؟ مرتضى منصور هو قائد السفينه. نعم. واوعى تفتكر تعمله ده في القناه وفي الاذاعه دي. لا انا قال كلمتين. شوبير استمر مع الشركه مذيع، انا مش معاكم. انا مش معاكم. ما هو مش معقول شركه محترمه تمام؟ حتى واحد كل يوم يقل ادب علينا ويقعد يتريق عشان ابنه بيلعب. احترامي لابنه والله والله العظيم احترامه لابنه. ولد شاب جميل ربنا يخليه وعنده ست محترمه والله زي الفل. اللي هي متجوزاه ما اعرفش متحملها ازاي يعني. مصطفى والله عامل مباريات كويسه مع الاهلي. ايه واد كويس وولد مش زي بقى يقول لك اصل احمد وامير دول عشان ولاده. ولاد ايه؟ ده احمد 7 جلطات ومسافر يعمل عمليه وامير ما عادش شايفه قدامه. ما بياخدوش مش عايز اقول ما بياخدوش جنيه، مش عايز اقول لك بيدفعوا كام تمام؟ انما ربنا يخلي لك ابنك ويخلي لك بناتك. اديك مشغل البنات ما شاء الله في القناه، واخد بالك؟ واحده مخرجه واحده معده. نعم. واخد بالك؟ فربنا يخليهم لك. اللي بتاخد 60,000 واللي بتاخد 80,000 وانت راجل يعني ربنا يكرمك وانت بتاخد لك 500,000 جنيه في الشهر تمام؟ وابنك ما شاء الله ربنا يخليه بياخد له 5,000,000 جنيه تمام؟ احنا ما بنتربحش خالص عشان احنا عارفين يعني ايه العمل العام. انا بس نسيت اشكر الشركه، شركه اتوبيسات الشرق الاوسط للرحلات اللي خلي بالك الاتوبيس كان موجود نعم. كان مجانا هديه منا، فكان لازم نشكرهم لانه ما خدوش حاجه خالص. نعم. اخر حاجه عندي بقى بقول للواد لو نطق تاني. مكتب الاستاذ احمد المغربي المحامي. راجل كاتب احمد اعمل له دعايه اهو. احمد محمد عبد المتعال، هناء محمد محي الدين، نجلاء علام، ساره حسن علي، دول كلهم محامين في امل المغربي طبعا يا بنت الراجل المحترم المحامي ده حنان المغربي. معالي المستشار اللي هو معالي النائب العام مقدمه استاذ احمد محمد متعال زميل فاضل يعني وكيل عن استاذ احمد محمد حسن المغربي تقرا كذا عن الواد الصايع اللي بيقل ادبه. وقلت له هتنطق هنشر البلاغ اللي انت عامله ضد مراتك، البلاغ القذر اللي انت اتهمتها فيه اتهام قذر. اوعى تتكلم عن النقله، اوعى. بلاغه هو رقم 2595 سنه 2016 اداري المعادي ضد فلانه مش عايز اقول اسمها عشان هي محترمه عنك تمام؟ انت كاتب ايه في البلاغ؟ حته صغيره كده انها راحت مدينه شرم الشيخ ونويبع ودوله الامارات مع ناس اجانب. خد بالك رجاله اجانب
امال انت كنت فين؟ انا كنت بربي الضفيره بتاعتي. ما اسمعش صوتك تاني، ما اسمعش صوتك يالا، ولا تقعد في بيتك مرزوع، ما اسمعش صوتك. مش عايز اقول اللي انت كاتبه بلاغ، لانه شيء بشع انك تتهم سيده فاضله بهذه الاتهامات البشعه. ها؟ انت لسه بتنطق؟ كنت نايم فين؟ على بطنك ولا على ظهرك ولا على جنبك؟ ها؟ حد يتكلم كده عن ست محترمه المفروض انها مولاده. حياه ولادي انا اهلاوي، حياه ولادي انا زملكاوي، حياه ولادي ده انت مقرف. بقول لك تاني، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم لو نطقت تاني ونزلت من بيتك او كتبت حرف هنشر لك القضيه دي كلها عشان نستعرف وساختك وكزارتك. ها؟ واللي انت قلته على سيده فاضله المفروض انها زوجتك المحترمه غصب عنك. كان عندنا مشكله النهارده بتاعت ايمن، احمد ايمن منصور. بنشكر الناس المحترمه في القوات المسلحه انه ايمن من الظهر النهارده الساعه 2 في بيته. طبعا ما عندناش مشكله، المجند يروح، ما عنديش مشكله خالص. وايمن احمد ايمن منصور لاعب في نادي الزمالك في صفقه انتقال حر. جميل، صفقه انتقال حر. نعم، الصفقه الثالثه نادي الزمالك كده، احمد ايمن منصور الصفقه، صفقه انتقال حر. نعم، مبروك. انا كل شويه انطقها واحده واحده كده. ناخدهم واحده واحده، كل يوم واحد. احنا عندنا احسن لعيبه. نعم، علاقتنا ممتازه بكل الانديه. بشكر اخويا محمد مسرح اللي بعت لي النهارده رساله بيقول لي انت يا استاذ مرتضى الاسطوره. انا بشكره جدا جدا جدا. لا، الاسطوره هي جماهيرنا وانديتنا. انت نادي الاتحاد الاسكندري اكتر من 100 سنه الاخر. نعم، زي النادي الاولمبي، زي النادي الاهلي، زي نادي الزمالك، زي نادي السكه الحديد. خلي بالك، لا، الاساطير مش اشخاص، اشخاص بيروحوا وييجوا وبيغلطوا وما بيغلطش، لكن الجماهير المحترمه عمرها ما غلطت. نعم، وتقف ورا فريقها. وانا سعيد بالمستوى بتاع فريق الاتحاد الاسكندري وبتاع النادي المصري والاسماعيلي، ربنا كرمهم ووفقهم، والمحله، وان شاء الله المحله تقعد في الدوري، والانديه الشعبيه دي تنور في الدوري. من غير الانديه الشعبيه دي، وانا قلت قبل كده لسياده الوزير، نعم، وقلت له امبارح برضه، حضرتك بتدعم منشات، اهم المنشات دعم بطولات. نعم، انا مش هزعل، انا ما خدتش منه جنيه. يمكن انا في يوم افتتاح، يوم لما استضفتوني 5 مليون جنيه لسياده رئيس الوزراء اداهم لي خالد عبد العزيز، 50 جواب ادينا فلوس رجع لي بيها السلفه. تمام، لكن انا كنادي الزمالك او نادي بيراميدز او نادي الاهلي او نادي فيوتشر، تمام، مش هزعل انك تدعم اتحاد اسكندري والاسماعيلي والمصري والمحله والمنصور. وعايزين نرجع بقى تاني، عايزين نرجع دمياط والمنصوره وكفر الشيخ ودمنهور وطنطا وبنها، السكه الحديد والترام. عايزين نرجع السويس، لازم ترجع. انديه جايه من الصعيد كده، عندك كان في شبان هنا على ما اعتقد. نعم، في هنا، وعندنا في اسيوط، وعندنا في المنيا، وعندنا في الفيوم كان بيمثلها طبعا المقاصه، نادي المقاصه. نعم، ونزل. عايزين مرسى، عايزين مرسى مطروح تبقى موجوده. نعم، تمام، هي دي انديه المحافظات اللي بتجيب الجماهير، لان الكره جماهير، الكره مش فلوس. نعم، انا ممكن اقول لك حاجه، في انديه معاها مليارات بس ما عندهاش جماهير. تمام، مش بتستاهل، عندها احسن لعيبه مش بستمتع. نعم، تمام. هو ليه ليفربول ولا ريال مدريد ولا برشلونه، تمام، الدنيا كلها مهتمه بيهم عشان جماهيرهم. نعم، انما دول ما عندهمش جماهير ولا الهوى. تمام، فانا قلت لسيادة الوزير من فضلك بعد اذن حضرتك دعم، مش هنزعل. احنا انديتنا ممكن نجيب موارد، احنا جبنا، انا جبت في 6 اشهر اكتر من ربع مليار جنيه. تمام، نعم، الانديه هيجيب منين؟ اشتراكات اصلا صغيره، ما عندهاش محلات، ما عندهاش موارد تانية، والشركه الراعيه ما بتديهاش زي ما بتدي الزمالك والاهلي. نعم، تمام، فاحنا عايزين نتفرج ونشوف الكره الحقيقيه والجمهور الحقيقي اسكندريه. نعم، الجمهور الحقيقي المصري بورسعيد، الجمهور الحقيقي الاسماعيليه، صح، السويس، وكل الانديه اللي انا ذكرتها دي، انا خايف اكون نسيتها، شبين الكوم. انا ناسي طبعا شبين الكوم. تمام، نعم، لا الناس دي، لا دي المحافظات دي، لا بقى انت تقول لي عايز تعمل دوري شركات، اعمل دوري شركات، صح، يبقى دوري منفصل لوحده بقى ونرجع الانديه، نعمل دوري شركات. انما انا عايز كل الانديه الشعبيه حتى لو عامل مجموعتين،
وناس تتفرج. اسوان ما شاء الله رجعت الحمد لله. اسوان مش كفايه. نعم. انما دمنهور كان بيلعب في دوري العاب ولا المنصوره. نعم. او راس ترسانه. ولا الترام ولا السكه الحديد. لا الانديه اللي بترجع. نعم. خد بالك فهترجع ازاي؟ بالدعم. نعم. الدعم حضرتك دعم وانا شايفك انك انت شغال نشط جدا جدا جدا. اهو دمنهور بيقول لك ده بينا درجه ثالثه. دمنهور كان بيلعب في الدوري الممتاز. نعم. درجه ثالثه. نعم. المنصوره ما اعرفش فين دلوقتي بلدي. نعم. قسم ثاني. فانا طبعا خايف اكون نسيت اي محافظه. الناس عايز اقول لك ده نسي. لا انا بتكلم يعني من الذاكره. نعم. انا خلصت. اي سؤال عندكم ولا تحت؟ انا هستسمحك بس انا في تقرير استسمحك حضرتك يعني هنسهرك معانا معلش احنا كده كام سهرين مش اكتر من خمس دقايق هنعرضه حضرتك معانا نشوفه حضرتك ترجع تعلق عليه. اتفضل. نروح نشوف دكتور الغلابه الجديد لنادي الزمالك. النهارده موجودين مع احد محبين وعشاق نادي الزمالك طبعا اللي حب يعبر عن حبه وسعادته ببطوله الدوري الممتاز طبعا بتخصيصه طبعا اسبوع كامل للمرضى للكشف مجانا في عيادته طبعا وايضا تخصيصه يوم 23 من كل شهر لجمهور نادي الزمالك اللي بيرتدي تيشيرتات نادي الزمالك ان هم يجوا يكشفوا مجانا هنا مع الدكتور طبعا محمد عزت. والله انا في البدايه كنت محدد يوم واحد يوم التتويج بتاع الدوري قلت ده يوم مجاني للجميع طبعا يعني مش راضي اقول لك ان انا الكثافه بتاعه الضغط بتاع الشغل كانت كبيره جدا فقدرت ده قلت مديتها لحد اخر الاسبوع لحد يوم الخميس الحمد لله لقيت قبول جدا من الناس وناس كتيره جدا الحمد لله ربنا عز وجل وفقنا وكشفنا عليهم ولسه مستمرين كمان النهارده كمان في يوم 23 لان ده اليوم اللي اتوج بيه الزمالك بالدوري فخصصناه لكشف مجاني للزمالكاويه بقى بيجي بتيشيرت الزمالك العياده وان شاء الله باذن الله في برضو حاجه حصريه كده ان شاء الله باذن الله في قافله طبيه اكتر من 20 طبيب زملكاوي في الفيوم في مختلف التخصصات اتصلوا بيا بيحاولوا ينسقوا طبعا عجبتهم المبادره ان باذن الله هنعمل قافله طبيه فيها جميع التخصصات في الفيوم هتشمل جميع المرضى انا بالنسبه ليا في العياده الكشف مجاني متاح طول ايام الاسبوع الكشف عندي مجاني لغير القادرين غير القادر هيجي يبلغ الاستاذه بره هيدخل على طول وليه اولويه عن اي حد لان ده مش منحه ولا هبه مني لا ده واجب عليا اتجاه الناس هنا بس مش اكتر من كده طبعا القافله هتبقى برعايه الدكتور محمد سعد استشاري القلب والقسطره ده يعني زعيم رابطه الزملكاويه في الفيوم الاطباء هو مؤسس رابطه الزملكاويه بصراحه اصعب دوري تقريبا في ال 14 دوري اللي الزمالك خده تغيير مجالس ادارات تغيير اجهزه فنيه اكتر من 18 لعيب من القوام الاساسي للفريق اختلفوا من الموسم اللي فات للموسم ده في لعيبه زي ما بنقول كده سابت السفينه ونطت بالبلدي كده زي ما بيقولوا طبعا ده كان حاجه صعبه شويه على اي جمهور في الدنيا انه يتقبل ده انما احنا الحمد لله كنا صابرين مشجعين انا توقعت من حوالي 10 شهور ان شاء الله يعني فوز الزمالك بالدوري ودي بوست على الفيس ناس كتير دخلت اتريقت شويه بس الحمد لله ربنا نصرنا في الاخر تحت قياده طبعا المستشار مصطفى راجل حقق استقرار كبير في النادي المدير الفني جوسواردو فيريرا حد فوق الوصف ما شاء الله عليه يعني ربنا يديمه والله انا بشجع الزمالك من اكتر من 25 سنه من صغري والدي طبعا كان زملكاوي صميم واحنا طلعنا على نشأه يعني انا بس اخويا برضو زملكاوي اصيل متعصب شويه بحاول اهديه يعني العائله كلها برضو ولا حضرتك اخوك بس ولا العائله كلها ما عدا زوجتي هي الاهلاويه متعصبه شويه الدوري ده بقى لازم تبقى زملكاويه اكيد اكيد ان شاء الله باذن الله والله الناس تقبلت ده بترحاب كبير جدا طبعا هنا انا فاتح في مكان يعتبر ارياف شويه بس الناس تقبلت ده لان في ظروف ماديه صعبه الازمات الاقتصاديه اللي البلد بتمر بيها مخليه الناس يعني اولويه اخر حاجه ممكن يفكر فيها انه يكشف على صحته في اولويات عندهم بقت اكتر شويه اكتر اهميه فوقت ما هيلاقي الكشف مجاني اكيد مش هيتاخر هل ممكن الرابطه دي ان انتوا برضو تتفقوا مع دكاتره اصدقائكم في القاهره ان انتوا تعملوا نفس الموضوع في القاهره والله احنا دي خطوه ان شاء الله الخطوه الجايه ان احنا بنحاول نظبطها بحيث تشمل يعني كل المحافظات كل محافظه يبقى فيها رابطه ويبقى في مركز للتجمع
مكان قياده ليها، قياده الزملكاويه. احنا بنتجمع بعد وقت كل مباراه لو سمح وقتنا ان احنا نتفرج عليها في الاستاد، بنتفرج على المباراه في الاستاد، بنتجمع ونروح مع بعض. كانت بدايتها في ماتش الكونفدراليه، اتقابلنا هناك بالصدفه من الفيوم حوالي 15 طبيب، اتفقنا ان احنا نعمل جروب مع بعض كل مباراه بنحضرها او بنشوفها مع بعض. والله السيادة المستشار مرتضى هو افضل مدير نادي تقريبا في اخر 10 سنين. قدر يحقق استقرار في النادي، قدر يوفر مدير فني على اعلى مستوى. جوسوالدو فيلا البروفيسور، نتمنى ان هو يكمل معانا سنتين كمان او اكتر، بعد ما يوقف تدريب يبقى المستشار الفني للفريق، ده هيفرق معانا كتير. وطبعا امير مرتضى هذا الشبل من ذاك الاسد، ماشي بمبدأ اللي بيقول ما يعملش واللي يعمل ما بيقولش. حقق برضو استقرار كبير في الفريق، ما بقاش فيه لاعب أعلى من النادي خالص، النادي فوق الجميع، مش بنقف على حد. ده فرق معانا كتير. جمهور نمرة واحد، ده الرقم الصعب في الفريق. كابتن شيكابالا نتمنى أنه هو يكمل معانا، وإن شاء الله بإذن الله يرفع كأس أفريقيا، وبعدها يبقى عضو في الجهاز الفني إن شاء الله بإذن الله. والله أهل الفيوم أهلي وصحابي وإخواتي، أنا مش هزكي نفسي عليهم خالص. أنا باب عيادتي مفتوح 24 ساعة لغير القادرين مهما يكن الوقت. رقم تليفوني موجود برضو على النت. يوم 23 ده يوم خاص بالزملكاوية كفرحة ليهم، جمهور الزمالك هيجي بتيشيرت الزمالك كشف ليه مجاني ان شاء الله يوم 23. يعني ده بقى خلاص يوم خاص بيهم، انما غير كده لو مش زملكاوي في اي وقت عادي برضه لو غير قادر. لو لم يكن لجماهير نادي الزمالك سوى هذا المشجع لكفى. استاذ مرتضى، استاذ مرتضى معانا؟ سمعنا ولا الخط قطع؟ يعني حاجه عظمه بصراحه، يعني مشجع دكتور محمد عزت بصراحه، يعني حاجه مشرفه وحاجه تدعو للفخر وتدعو للشرف. يعني دكتور بمعنى الكلمه، والحمد لله الحمد لله ان دكتور غلابه تاني في نادي الزمالك موجود بعد الراحل العزيز علينا كلنا واللي اتخلد اسمه على مدار التاريخ، واليوم الدين في نادي الزمالك باكبر مسجد في اي نادي في الشرق الاوسط كله، دكتور محمد مشالي بيطلع تاني. الزمالك ده نهر لا ينضب، ودايما ودايما وابدا ولاده ونجومه وجماهيره واعلامه وادارته ولاعيبته، كل حاجه في الزمالك حلوه، كل حاجه في الزمالك جميله. يعني دكتور محمد عزت ده النهارده هو بيتكلم على الجانب الانساني ده، وبيتعامل وبيحدد يوم لجماهير نادي الزمالك عشان يوثق يوم 23/8 ده، فيوثق يوم 23 ده ويفضل خالد في الذاكره لاغلى واهم دوري. فده اعتقد ان ده يكفي جدا جدا ان ده يكون احد مشجعي نادي الزمالك. استاذ المستشار مرتضى منصور رجع لنا تاني. طبعا تقرير محترم جدا، وفي نعم. يعني بنشكر الدكتور محمد عزت، يعني حاجات مجتمعيه محترمه. نعم. مش البنت بتاعها كريمه قلة الادب اللي مش متربيه. انا طبعا نسيت الشرقيه، نادي محافظه الشرقيه. نعم، كل انديه الشرقيه. يعني ده انا بين مدغامر والشرقيه حوالي 16 كيلو، يعني نعم. زقازيق اقرب لمدغامر من تخيل منصوره 45 كيلو، هي المركز او المحافظه نعم. بتاعتنا. نعم. انا بشكر الدكتور محمد عزت. نعم. طبعا. نعم. برضه في بنت اسمها ساره احمد، اعتقد دي انا بقول اسمها اهو، دكتور اسنان، دي عضو عامل في النادي الاهلي. النهارده اتعمل لها محضر رقم 23 احوال علشان الهانم، مش بتشتمنا انا بقى، لا ده بتشتم البلد كلها. دي ست بتشتم مصر كلها. وانه جابوا محمود الخطيب، واخد بالك، والدوله ارغمته وعايزه تدي النادي الاهلي اللي مستثمر اماراتي خليجي سعودي او قطري اي كلام، والبلد ضايعه. تمام، ماشي. وصورتها هنا هي صوره جميله، هتتحبس وحياه مامتك. عارفه هتتحبس ليه بقى؟ عشان انت غلطتي في البلد كلها. تمام. شو بيقول لك ايه بقى؟
تقول لك احمد موسى صلاح مرتضى وقال له انه جاله مليون دولار هديه من تركي الشيخ رجعوا لا مش مليون دولار 150 مليون جنيه يا جهله بس هي اتحولوا من بره لبره من بره لبره يا بنت فين نقيب الاطباء من بره لبره لجراس في سويسرا والساسي في نادي النصر السعودي وللنقاز في النجم الساحلي تمام ده رقم واحد رقم اتنين شوف يا سيدي بقى الهلم كاتبه ايه ست كاتبه انه لما البهايم يهيجوا يطلعوا في الشوارع ويقعدوا يهتفوا للاسد لكن هم في الاخر بهايم احنا بهايم يا قله الادب يا سفله يا منحطه يا مش متربيه البلاغه رقم اهو 23 احوال اتعمل خلاص عشان تحترم نفسك وانا قلت اي حد هيقل ادبه ويغلط هرد عليه في القناه ما تلم لجانك يا محمود يا خطيب اما انت شاطع عملت لف على كل مسؤولي هاي عيني هاي وش هاي دماغي ضربني تمام وبسالك تاني بقى عشان اللي اسمها ساره دي بقى تاني السؤال الاولاني في بلاغ من السيد تركي الشيخ انك خدت منه 263 مليون جنيه عشان تعمل بيهم منشات في النادي الاهلي خدتهم لنفسك وكاتب بلاغ انك تتهرب منه حصل ولا ما حصلش؟ حصل ما اسمعش صوتك ما حصلش اعمل بلاغ ضد السيد تركي الشيخ انا بقول لك اهو ان 11 ساعه حضراتكم وزوجاتكم الفاضلات ساعات المزات الساعه تعدي مليون وشويه بيقول كده خدتوهم ولا ما خدتهمش ما خدتهمش اعمل بلاغ يا اخي ده السيد تركي الشيخ دخل مع شوبير نفسه مقدرش انت عليه بقى للوح 6 مليون جنيه عموله تمام في صلاح محسن قال له عصابه مش قال له فكره عصابه وانا ضد كلمه عصابه دي حتى مهما كان الموجودين في مجلس اداره النادي ضد الكلمه دي ما تعمل بلاغ ما تعمل بيان بتاع لا ما حصلش فانا يا بنت المليون دولار دول اتحداكي لو فيهم لا مش مليون دولار بقى 200 مليون دولار و4 مليون يورو بتوع ساسي لا لا ده كله من بره بره عشان في واحد شريف موجود في المكان ده عارف قيمته فاهمه ويا ساره استني النيابه تبعت لك قريب جدا 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 مش عشان انا بس لا 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 ده انت شتمه الدوله كلها ده انت شتمه الدوله كلها الدوله اللي خلتك بقيت دكتور اسنان ما انا كل حاجه لازم اجيبها من قرارها الدوله اللي خلتك بني ادمه الدوله اللي صرفت عليك في التعليم الحكومي بتاعنا دول عشان في الاخر تطلع تشتمي الدوله كل ده راح وتعمل بيه بلاغ ف يا جمهور الزمالك افرح محدش هيبوظ فرحتنا نعم ويا جمهور الاهلي احزن لان العيب في اللي عندك نعم اقعد فكر كده النادي الاهلي من سنتين دوري وسوبر وافريقيا ايه اللي حصل السنتين دول في حاجه غلط الغلط انه حسام محمد عثمان بلاغ ضد رضا عبد العال طب اقول لك مفاجاه النهارده ضاربين خبر في القناه 24 انه الحكم بتاع التنفيذ السلم والقبض على مرتضى منصور في خلال لحظات تعرف محمود المملوك قال لي الرئيس التحرير قال لي هذا الكاذب ده محمد تاني هذا الكاذب اللي بيضربوا اخبار هل تعلم ان محمد عثمان عامل ضد القناه 24 بلاغ بلاغ علشان تنزل التصريح ما كفايه بلاغات يا ابني بقى ما كفايه عرفتنا يا عصايه الغاليه عرفتنا انت وشنخر بتاعك عرفتونا تاني افكرك باول 5000 جنيه خدتهم من مين؟ من مرتضى منصور اعمل يلا اصل انا المؤسسه بس انت بتهرج بتهرج ويا كابتن محمود صدقني 90% من المصائب بتحصل لك بسبب الافندي ده يا جمهور الاهلي بسبب واحد مشغول بالبلاغات رضا عبد العال قال كلمتين يلا هو نادي الزمالك ينفع يتخانق مع جمهور الاسماعيلي ومقعدين في كافتيريا هو نادي الزمالك ينفع يروح يعمل خناقه في النافع في بورسعيد مع النادي المصري هو ينفع يتخانق مع المحله ايه يا جماعه ده كلهم خناقه مع الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري لا المسابقات لا
ده من الحكام، دول منحرفين، تحكيم الفاجر مش ده اللي انتوا كاتبينه؟ وتحطها على الناحيه الثانيه، الهلال السوداني، لا هنا في المريخ، الوداد المغربي، ايه في ايه؟ اهلي جده، في ايه يا جماعه؟ في ايه بجد؟ انت معايش العالم العربي والافريقي بتوتر، انت مين؟ تاني وانا بقول لك انت معهد كمال ابو الخير يبقى شتيمه تعمل ضدي بلاغ؟ ما انت واحد كمال ابو الخير تمام؟ وانا بقول انا مدارس حكوميه ومتربي في حاره اسمها حاره سيتو، بس مش متربي في زريبه حمير تمام؟ وعرفت اربي ولادي كويس جدا 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 جدا، ودي الحمد لله الناس كلها بتتكلم معاهم كلها الادب والاحترام، ودي ثروتي احمد وامير وامير اولادي واحفادي تمام؟ ودخلت كليه حقوق جامعه عين شمس وطلعت الاول، بقيت وكيل نيابه ثم رئيس نيابه ورئيس محكمه، وقعدوا برلمان هيئه ده برلمان دوليه من سنه 2000 من 22 سنه، ومؤلف قانوني اكبر موسوعه قانونيه، انت مين؟ انت اللي مين مش انا اللي مين؟ انت اللي مين مش انا اللي مين؟ فانا بقوله تاني، عندك فرصه زي اللي احنا عملناها لكل الاخوه دول اللي هم احنا قلنا لهم اتفضلوا المفتوين يرجعوا، هو عبد الناصر زيدان هو اللي عليه الاحكام ولا انا؟ مش انا قلت له متنزل كلمتي واحده؟ وبعت لي رساله النهارده بيشكرني جدا جدا جدا، كلمتي واحده، صفي نفسك، اتصفى مع نفسك، ركز في فريقك. انا اقول كده، هي البلاغات عملت لي ايه؟ هي القضية عملت لي ايه؟ هي البيانات عملت لي ايه؟ جابت لي من الدور ال 26 جابت لي البدرون. لا يبقى في حاجة غلط. لا. لا في حاجة غلط، ده أنت متخانق مع الحكومة. وبعدين خدت مع الشركة المتحدة ورجعت نبوس اليد للشركة المتحدة ونبي خدوني. ونبي خدوني. تمام؟ فكريم. نعم. والله العظيم رسالة عشان البلد دي. لا رئيسك مولاي تاني بقول فاضي. ولا سيد وزير الداخليه المحترم محمود توفيق سياده اللواء محمود توفيق فاضي، ولا الاخوه بتوع المخابرات سياده اللواء عباس كامل فاضي، ولا سيد وزير الدفاع فاضي سياده الفريق محمد زكي، ولا حد فضيلك يا ابني، ولا الرقابه الاداريه سياده اللواء فضيلك، ولا المستشار هشام سياده الوزير رئيس جزائر الكذب، الناس شغاله، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الناس شغاله، سيب الناس تشتغل، ولا وزير الشباب فضيلك، ولا حد، سيب الناس تشتغل، انت عامل توتر اكتر من التوتر اللي موجود دلوقتي في اليمن، انت عامل توتر اكتر من التوتر اللي موجود في العراق، انت عامل توتر اكتر من اللي في لبنان، انت عامل العالم كله توتر. وبعدين عايز احبس مرتضى، عايز تريح؟ طب والله لو القانون يديني حبس هروح، بس على فكره القانون بيدي ان انا اروح مستشفى، تمام؟ بس لما يكون بقى في قانون، وانا استاذ قانون، بيقول لك تتوقف الدعوه فورا، وطبعا انت خد المفاجاه دي بقى، التركيبه المنتجه اللي اتعملت عشان تسيئوا للمستشار سياده مستشار مساعد وزير العدل محمد عبد الصالح، تمنتش وانا بتكلم على الشفاتير وشوبير وتشيلها تحطها للراجل. طب ايه رايك بقى ان محمد بي عبد الصالح المحترم كلمني في التليفون، هو مجلس اداره نادي القضاه، وقالوا لي احنا عرفنا انها متمنتجه، وانا قلت لكم قبل كده ما تلعبوش مع الاسد، اللي انا قلت قبل كده ايام مرسي، مين الاسد؟ قضاة مصر. اوعى تقص وتلزق عشان يطلع الكلام اللي انا بتكلم مع سياده المستشار محمد عبد الصالح اللي هو محترم. كفايه لم لجانك، وانا بقول لك اهو احنا لغايه دلوقتي كم لغايه دلوقتي 168 بلاغ ضدك يا محمود، انت ومحاميك وكل اللي بيشتموا خلاص، وانت يا محمد عثمان ما تاخد سنه سجن، ده انا لو منك بقى اقول ايه نهدي عشان لو الحكم تأيد، لو تأيد يعني، بس انت عملته في كل مكان مش هتأيد تمام؟ لا، قضاة مصر ما بياخدوش اوامر من حد، تاني ما بياخدوش اوامر من حد، انت عملت تصيح في كل مكان، لا انا مش هيتأيد. ليه مش هيتأيد؟ قضاة محترمين عظام، زي القاضي اللي اداني شهر فوق دماغي، واللي اداني سنه وسنه فوق دماغي، والفيصل بيني وبينه القانون، وانا اتحديت لو الحكمين دول بامرك يا رب، انا لسه ما اعرفش النقد مين، ده انا قدمت النقد بس الدوائر لسه، بقول تاني براهن بمستقبلي القانوني والقضائي والبرلماني والرياضي لو الاحكام دي ما اتلغتش. ليه؟ حكم في ثلاث صفحات، مذاكره النقد في 171 صفحه. في 20 عوار، 20 عوار في الحكم. تخيل حكم في ثلاث صفحات يتعمل فيه نقد. النهارده كان عندي ناس اخوه فاضل من نقابه المحامين، لما شافوا النقد قالوا لي
بيعملوا موسوعه هي في الاحكام مذكره النقد اللي هي ليها اهميه. خلاص فاهدى اهدى يا محمود اهدى بجد. ربنا يهدي الجميع. اهدى والله العظيم بلدنا مناصر كل بيتعمل دوت. اهدى يا اخي انا باركت لك يوم نجحت، تاني يوم جوز بنتك شتمني الاستاذ جلال معوض الشهير باسامه حسني تمام، وقال لك نحط ايدينا في ايدين الشيطان ما نحطش ايدينا في ايدين مرتضى، اديكوا حطيتوا ايديكوا في ايدين الشيطان الاخوان اللي هم الشيطان، شفت ربنا استجاب لدعوتك ازاي؟ اديك حطيت ايدك في ايدين، ها؟ ما هو مش الوالد علاء صادق دون الشيطان؟ اديك حطيت ايدك في ايدين. جماهير الزمالك افرحوا، جماهير الاهلي بقول تاني واكرر، انتوا جماهير عظيمه زي جمهور الزمالك. واشكركم جدا والله العظيم ما بكون في مكان عام او في الشارع في اي مكان الا استاذ مرتضى بحبك جدا، انا اهلاوي فوق دماغي تاني فوق دماغي، ليه؟ لمواطن مصري وحاسس وشايف راجل شغال وجاي من اخر الدنيا عشان يطلع نديه في السماء تمام. لكن انا مشكلتي مع الاستاذ محمود سيد ابراهيم الخطيب، وبقول لك تاني يا عمرو يا فاروق اوعى تنسى لما كنت بيجي لي مكتبي عشان مشاكلك، واوعى تنسى انك ليك اخ كان يعني في قضيه ضده وانا رفضت اخدها، قلت لا اعتقد اسمه هشام على ما اتذكر، رفضت اخدها قلت لا مش هاخدها عشان ما يتقالش ان انا بصفح قضيه ايه حساسه جدا جدا، واقعد راجع نفسك كده هتعرف هي قضيه مين. فانا بقول لكل شعب مصر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله دي رياضه، هنكسب مره ونتعادل مره ونخسر مره وناخد بطوله هنا ونكسب على طول، ناخدش بطوله هنا ده وضع طبيعي. انا عطلتكم ان شاء الله باذن الله ربنا. طلب اخر طلب قبل ما حضرتك تقفل معلش. اتفضل سامح. الدكتور محمد عزت بس لو يكون في استقبال له في نادي الزمالك، هو مش محتاج اي حاجه ولا عضويه ولا اي حاجه، لكن يكرم على هذه اللفته وتوثيقه اليوم 23 يا باشا، يكرم ويتشال فوق الدماغ. ربنا يخليك. بس في حاجه انتوا ناسيينها، انت عارف المسجد الكبير الاولاني؟ طيب انا قلتها انا قلتها حضرتك لما الخط فصل. محمد دكتور محمد مشالي طبعا. المسجد الكبير دكتور محمد مشالي رحمه الله عليه. تاني مولانا تاني فضيله الشيخ الشعراوي. اه ده المسجد التاني نعم. اذا مش عايز يبقى في بركه في النادي. موجود الحمد لله. اكبر مسجدين موجودين في النادي. الحمد لله موجود. انت مش عايز يبقى لما اول اثنين اطلعهم معاك الاستاذ هاني حبيبي المسيحي والاستاذ احمد شمس المسلم عشان ندي رساله للدنيا كلها، هو ده نادي الوطنيه والكرامه. نعم. انا بشكرك يا كريم، بشكرك شكرا جزيلا مستشار مرتضى منصور، بشكرك شكرا جزيلا، تحياتي التحيات اخويا عمر الايوبي. نعم كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب، يعني طولنا عليكم.